السلام عليكم، احنا كده لسه مش لايف صح؟ تمام، اول ما يظهر ان احنا لايف نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جينا لايف. تمام، يلا بينا نفتح الصوت، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم ولايف جديد في نفس اليوم لأهمية المواضيع. انا عايزة ادي نصيحة لكل زوج وكل واحد يعني بيحاول ان هو يفهم قاموس المرأة او يفهم دماغ المرأة. انت كزوج في مفهوم خطأ كده، المفهوم الخطأ منتشر بين الازواج ومنتشر بين الزوجات. الزوجة بتبقى فاهمة انا زوجي بيحبني فبيمدحني فشايفني حلوة فبيثني على لبسي، بيثني على شكلي. يوم الزوج لما ما يراعيش، ركزوا معايا في الموضوع ده عشان ده موضوع مهم جدا، لما ما يشوفش اهتمام زوجته بيه او ان هي عامله له قطتين او ان هي عامله له نوع من انواع الحاجات الجديده، لبس جديد، اكله حلوه، وما يشكرش بتتكسر. انا زي ما بقول لكم كده، لما ما يشوفش ده، حتى البنات الصغيره لما يبقى عندك بنت صغيره ولابسه فستان وجايه لك وانت مش واخد بالك، مصيبه مصيبه لو عندك مجموعه هيفضلوا وراك. فهي الفكره ان انت تعرف ايه الحلو اللي هي عامله، عينك تشوف. طبعا ده مش سهل عند الرجال عشان نبقى متفقين على كده. هي بتحبك بس انت مش واخد بالك، فاحنا النهارده عاملين الفيديو ده عشان انت تاخد بالك. النقطه الغلط الثانيه اللي بتحصل ان لما تبقى تيجي زوجه وتحكي لك همها، يقول انا ما بسمعش منها غير مشاكلها، انا ما بسمعش منها غير الغم والنكد، وان مش عارفه ايه. يا ابني ما هي كون انها جات لك في نكد او جات لك في مشكله عندها او جات لك بتحكي لك حاجه مألماها، ده معناه يا ابني ان انت غالي عندها، ده معناه ان انت حد له قيمه عندها. فكون انها جايه لك عشان تقول لك، فانت السند بعد الله سبحانه وتعالى عندها. الفكرة بقى في ايه؟ سلامت ايدي، معلش. انا قلت لكم هعمل لكم حلقة مخصوص وبس مخصوص عن موضوع العين والحوادث اللي بتحصل لنا. طيب نرجع للنقطة تاني، كون ان هي بتقول لك مشاكلها ده معناه ايه؟ ان انت السند بعد الله. طبعا الله سبحانه وتعالى هو السند، هو الركن الشديد، بس عند المرأة بتبقى محتاجة سند البشر برضو. هي طبعا لو اكتفينا بالله مش هنحتاج البشر، بس ده شيء. عارفين الميه اللي بتسقيها للورده ولو راحت الميه الورده ماتت؟ هو كده. عارفين الاكسجين اللي بنتنفسه ولو راح الاكسجين نموت؟ هو كده. فانت ما تجيش تفسر اصلها بتقول لي الغم، يا ابن الله يصلح حالك، انت مش فاهم. انت مش واخد بالك، هي بتقول لك كده عشان انت غالي عندها، عشان انت المرجع، عشان انت السند بعد الله سبحانه وتعالى، عشان انت ركن الامان اللي هي بتحب تسمع منه. ممكن ما تقولهاش حل على فكره، ومعظم النساء لما بيقولوا او يحكوا وجعهم لانتمهم لروحهم لتوأم الروح ما بيبقوش محتاجين حل على فكره، غلط. بتبقى محتاجه تحكي بس، فاسمعها، دعمها. انا معاكي، انا جنبك، اللي انت عايزاه، لا كذا، طب كملي. مجرد تحس ان هي عايشه عيشانها واحساسها انها عايشه بالامر ده، فده مفهوم خاطئ تماما. اصل انا مش شايف غير نكدها. يا ابني اللي مش واخد بالك، اصلا نكدها ده معناها ان انت غالي عندها. ده بالعكس، ده انت يعني تتوجس خيفه كده لما او تقلق لما زوجتك تقولك الحاجات بس اللي تفرح ومش عارفه ايه، او الحاجات العاديه بتاعتهم، لكن اللي جوه القلب ما يطلعش الا للغالي. اللي جوه القلب ما يطلعش غير للحبيب، اللي جوه القلب ما يطلعش غير للحد اللي انا حاسه ان ده انتيم روحي وانا فعلا محتاجاه. النقطه دي مهمه جدا جدا يا جماعه ولازم نفهمها. مش معنى ان زوجتك بتقول لي ما فيهاش الا المشاكل، ايوه افهم، ده ما فيش الا الغم. يا ابني مش غم والله، ده انت عشان توأم روحي بتحكي لك ايه، علشان شايفاك والله ما عايزه منك حل، بس شايفاك انت السنه. النقطه دي مهمه وخلوا بالكم منها. اقول لك هو اصلا مش شايفني، طب وانا ازاي اوصل كلامي لقلب زوجي؟ انا عايزه ابقى حلوه. طب اسمعنا، كنت عامله بوست من كام يوم، والبوست جه عليه تفاعل كتير جدا جدا. نقول فعلا الراجل، اولا انا بقول ان الراجل ما يتقالش عليه راجل، ولا يتقال عليه صاحب اخلاق، ولا يتقال عليه ده هو فل وزي الفلين والثلاثه والاربعه، الا اذا اهل بيته ادوا له الايزو ده،
اهل بيته من النساء ادوله الامر ده، امه اخته زوجته بناته. ليه؟ لان معاملتك داخل اهل بيتك هم اللي بيقولوا الحاجات دي، معاملتك داخل اهل بيتك هم اللي يحددوا انت راجل معاهم ولا لا، انت باخلاق ولا لا. النقطه دي مهمه ولازم نخلي بالنا منها. كتبت بوست تاني على موضوع ان 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 ازاي تبقى انت قريبه، او ازاي ان الكلمه والمعامله الطيبه ومجرد بس مراعاه مشاعر المراه والزوجه بيفرق كتير جدا، بيفرق كتير جدا جدا في حياتها. فكتبت بص، هو كان جاي لي وكان منقول بس عجبني لانه فعلا معظم الكلام اللي فيه حقيقي. بيقولوا لها كم عمرك؟ قالت لهم والله انا في عمر العشرين لما يغازلني اكون بنت العشرين، وبعدين اكون يعني طفله بين ايديه ومعرفش اصلا عدد سنيني قد ايه، لما يعمل ايه؟ لما يغمرني بالحنان. طبعا تكلموا حنون حنون حنون، عملنا يعني كان راي شارع كده وبتاع في قلب بتاع ايه، تقول لك حنون عامل ايه؟ اه حنون، استنوا علشان الكاميرا بتقع دلوقتي. ده ما شاء الله. فالحنان عند المراه شيء مراعيني، خلي باله مني، مقدر مشاعري، مش عايزه لا عايزه فلوس ولا ذهب ولا الماس ولا بدنجان، عايزه ايه؟ واحد حنون. فبتقول لك معرفش عدد سنيني قد ايه لو غمرني بالحنان بتاعه. وبعدين لو انا بقى اداني حب وغمرني بيه واحتواني بالحب انا بنت الثلاثين، وبعدين لما يغيب عني انا ارمله بنت 80 وفيما فوق، خلاص يعني خلاص بقيت بنت ما عنديش روح اصلا. فما تسالوش المراه ولا تسالوا الزوجه عن عمرها قد ايه، لكن اسالوها عندك حد في حياتك، عندك قلب، عندك زوج، يعني بتفضلي وردة مفتحة فعلا حتى لو بلغت المية والمية وعشرين والتسعين. هو ده اللي يتسأل للمرأة، هو ده اللي يتسأل. الأمان في حياتها، الحب ازاي في حياتها، الحنان وعطاءه ذات نفسه. فلما يفهم الراجل القاموس ده هتعيش في حياة سعادة. طيب في السعادة ده انت هتعيش في هنا هتعيش وتفضل هي بنت العشرين وزهرة التلاتين وزهرة الحاجات دي. صح. شوشو شوشو بتسألني سؤال، بتقول ازاي نوصل للقصة دي. الله طيب خلينا اقول لكم على حاجة. احنا طبعا عندنا امر، الله يكرمك يا رب، الف سلامة على ايدك، شكرا لكم. هحكي لكم القصة، اعمل لكم على لايف مخصوص، بس خلينا نركز في ده. ازاي نفضل شوشو عائشة ازاي نفضل شباب على طول؟ انا عندي للإجابة على السؤال ده محورين. محور اخذ بالاسباب والروحانيه والحاجات اللي تعملنا، تفضلي شباب بصدق اللسان، يفضل لسانك نضر بذكر الله، تفضلي شباب بصلاه القيام، وشك ينور الحيصه، خلو بالرحمن فاسبل عليه من نور، ركعتين القيام يخلوا وشك منور والله، ولا تقولي لي كريم تفتيح ولا الكلام ده. الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. وفي اسباب تانية، بناخد بقى زيت الزيتون والحاجات التانيه. كان في مجموعه تحفه جدا ونصحت بيها مجموعه من بنات، وانا ذات نفسي جربتها، دي بقى من ضمن الاسباب الواقعيه على الارض. لكن تاني عشان افضل شباب على طول، عطر لسانك بذكر الله. مش محتاجه حاجه تخلي ريحه بق حلوه اكتر من ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاه على رسول الله، يعطر بقك بيه. بياض البشره والنور، مش بياض، احنا بنتكلم عن النور وده اللي يهمنا. في ناس تبص لها كده تحسي ده النور طالع من وشها، الناس دي حلوه قوي، وتلاقي البشر فيها. ركعتين القيام، خلو بالرحمن بالليل فاسبل عليهم من نور، ويا سلام على نور ربنا سبحانه وتعالى. ده الامر. العفه والتستر والتقوى، لباس التقوى فذلك خير، اللباس الداخلي بتاع القلب تقوى الله عز وجل، واللباس الخارجي الحجاب الشرعي والالتزام بامر الله. القرآن، ويبقى كلامك كله قرآن، ونتكلم بالقرآن ونتحدث بالقرآن. ده يعني بصوا دي ثوابت اللي عايز يعمل بيها اهلا وسهلا. عشان تفضلي شباب، عشان افضل شباب دايما لازم اكون طيبة الكلام. عارفين يعني ايه طيبة؟ زي النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن لا فاحش ولا بذيء ولا طعان ولا كلامه، ما فيش الكلام ده، ولا لعان. كلامك طيب، كلامك انسى، كلامك جميل، حتى لو اذيتي برد رد محترم. وشفته كتير جدا جدا، يقول لك احنا بنحبه فلان الفلاني ده اصله متواضع قوي وكلامه محترم، حتى لو اذيه في الكلام بيرد رد كويس. هو ده اللي احنا عايزينه، وده اللي احنا عايزين ان احنا نركز عليه. فده الجانب بتاعنا، الجانب اللي خاص بينا وبين ربنا سبحانه وتعالى. الجانب الثاني، ربنا يكرمكم يا رب حاضر. الجانب الثاني الاخذ بالاسباب، لان احنا امه السببيه والكون كله قايم على السببيه. افعل كذا يحصل كذا. ان في مجموعه ان شاء الله اسيب لكم اللينك بتاعها متثبت على الفيديو ده، او لما يتقطع الفيديو ده هبعت لكم لينك
مجموعه من المنتجات تحفه جدا استخدمتها، وكان بنات في اعدادي وفي سنة، وانتوا عارفين حب الشباب والحاجات اللي بتطلع منهم غسول للبشره ومنهم سيرم ومنهم بتاع جونو اللي هو نهاري، كريم نهاري، وبعدين الجيجا الكريم الليل، تحفه جدا ومجموعه جميله. ممكن تشتري كل واحد لوحده او تشتريهم مجموعه، هسيب لكم اللينك بتاعها. انا شفت اثرها بام عيني لبنات اعدادي وثانوي وبنات جامعه حاجه، وكان الوش بايظ تماما، والحمد لله الامر عاد. الميزه في المجموعه دي طبعا، هي نصحتني بيها طبيبه، يعني طبيبه بشريه وطبيبه صيدله، ويعني ناس لهم قصه يعني باع في موضوع الخبره دي. الميزه بتاعتها ان المجموعه دي شغاله بالعلاج الخلايا الجذعيه. النقطه الثانيه ان طبعا اصلا انتوا عارفين علاج الخلايا الجذعيه بيتعاملوا على مستوى العالم كله دلوقتي، بيتعامل بيه وبيتعامل بيه اصلا، بيحفز الكولاجين بقى، ولا تقولي لي بقى بوتكس، ولا تقولي لي معرفش احط فين ولا اسوي فين. وطبعا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن على البنات، حتى الكبار في السن نفس الكلام بيستخدموه، حاجه مجربه وانا شفتها بام عيني. كمان بيدي مناعه للبشره، مش عارفه اللي قلت الخطوط اللي موجوده والتجاعيد دي برده بيروح، مش محتاجه الكلام ده. ولو في عيوب اصلا موجوده في البشره هو بيعالجها بعلاج الخلايا الجذعيه تلقائي، يعني حاجه ما فيهاش كيميائيات بقى ومش عارفه مواد ايه، ولا كان حتى لو في جروح في تصبغات، كل ده فيها فيتامينات طبعا ومضادات اكسده وحاجات جميله، وهي المواد اصلا طبيعيه 100%. هسيب لكم اللينك بتاعها ان شاء الله. يعني يبقى خدنا بالجزء الرباني الايماني اللي لا غنى احنا كمسلمين وناس يعني عباد الله ان احنا نستغنى عنه، لان ده جزء بيننا وبين ربنا. القيام، الذكر، الصلاه على الرسول عليه السلام، الاستغفار، تقوى القلب وتقوى اللبس ذات نفسه، وبعدين الاخذ بالمجموعه اللي انا قلت لكم عليها دي مجربه وشفت عليها بنات ثانوي ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني ده المحور الاولاني اللي انا حابه اتكلم فيه، ازاي تعرف جزئيه المراه ذات نفسها. طبعا انا ما اعرفش ايه اللي حصل في الاضاءه، ولكن يعني هي تقريبا خفتت تمام. خلوني اركز معاكم، فما شاء الله راحت. طيب الجزء اللي خاص بالمحور الثاني اللي حابه، الاولاني ادي احنا عالجناه، لما تشتكي لك اعرف انها بتحبك بس انت مش واخد بالك، ومعنى ان انت ملاذ امن ليها بعد الله سبحانه وتعالى، وان هي بتسترشد برايك. المرأة بتستنى كلمة حب وكلمة دعم من زوج أو من أب أو من أخ، هي المرأة لا تسقى إلا بكده، وتبقى بنت العشرين لو دلعها وغزلها، وتبقى بنت الثلاثين لو غمرها بحب. والعامل المشترك في دول كلها الحنون عليها، الحنون. نفهم الكلام ده كويس. نرجع الشباب ازاي، وسؤال سؤال شوشو، ادي احنا بعت لكم ان شاء الله لينك الحاجه موجوده في اسفل الفيديو مثبته باذن الله. ده جزء. الجزء الثاني من جميع انحاء العالم، طبعا الناس اللي بتسال من جميع انحاء العالم اللي ممكن تطلبوا المنتج دوت ومجرب، وزي ما قلت لكم اجمل حاجه فيه ان اوصى بيه الاطباء والعلماء، وان هو بيستخدم بتكنولوجيا الخلايا الجذعيه. موضوع ثاني معلش قبل ما اختم معاكم، بس موضوع مهم جدا. الجزء الثاني خاص ب لما يحصل معاكي امر ذكرى سيئه. احنا مش اباء وامهات درجه اولى، والاباء والامهات الدرجه الاولى دولت يعني او بيعملوا صح 100%. اكيد كل واحده فينا لها في تجربتها مع اولادها مشاكل، ولها في تجربتها مع اولادها، انا هحاول اجيب لكم كده عشان ما نجيبش ناس ثانيه، مش بس مشاكل، لا ممكن كمان يكون اخطاء تربويه شديده هي عملت معاها. ازاي اشيل البصمه السلبيه من ذكرى سيئه في التربيه مع اولادي، ازاي اشيل البصمه السلبيه اللي اخطات فيها، وازاي اخلي اولادي ما يعني يتغاضوا عن حاجه زي كده او احولها لايجابي. زي ما قلت لكم مفيش حد ما بيغلطش. ممكن ام تعمل موقف ويتفهم من ضمن الابن حاجه. انا احكي لكم موقف، الموقف ده اتفهم غلط تماما ومعرفتش اثره. معرفتش اثر الموقف ده، او ان مثلا حد من اولادي حاطط الموقف ده في دماغه بطريقه غلط الا بعد 20 سنه. والسن كان سن مثلا 8 سنين 7 سنين، وبعدين انت زعقتي لي عشان حاجه انكسرت. لا انا ما حصلش كده، انا
كنت خايفه جدا لاني كان في ازاز انكسر، فخفت ان الشريان يجي على ايديك، لان كان لسه في جارتنا حصل كده واتقطع شريان الايد واتعمل معاها مستديمه. فلما شفت الامر ان كنت خايفه ممكن يكون الافوره مثلا في رده الفعل، فادت لا انت عاتبتيني عشان زعقتي علشان الحاجه، زعقتي علشان انا كسرت، لا ده انا ما زعقتش، ده انا كنت مخضوضه وانا اسفه ان كان رده فعلي كانت ما بينتش قد ايه خضيتي عليه، لان كان في ازاز وكنت حريصه ان ما يحصلش عاهه مستديمه عن لتجربه سابقه في ايام سابقه قريبه من الامر ده. طيب الامر ده محتاج توضيح، انا عرفته بعد 20 سنه. طب وانتوا الذكرى في دماغكم ايه الحل؟ ان انا اشيل البصمات والذكريات السلبيه اول باول عند اولادي بحاجتين، بحاجتين. ان انا اعمل جلسه المصارحه مع اولادي كل اسبوع. احنا فاكرين احنا قلنا في ادوات التربيه، قلنا 60 اداه، ورجعوا لحلقات التربيه موجوده كلها على اليوتيوب، ان احنا بنقول ان في حاجه اسمها ترابيزه التفاوض، تمام كده؟ وترابيزه التفاوض دي بنقعد نتفق فيها على الاتفاقيات، عجله الاختيارات اللي بنحط فيها الاوبشنات اللي هم بيختاروها هم ذات نفسيهم، الحاجات دي مهمه ان اولادي يكونوا ايه معايا فيها. طيب دي ترابيزه التفاوض. في حاجه تانية اسمها جلسه المصارحه، انا مين؟ وجلسه المصارحه دي تبتدي لما الام والاب ذات نفسهم يقولوا حاجه خاصه بيهم، مش هنقول يعني بلاوي سود علينا يعني بلاش قوي، ولكن اقول حاجه مصارحه. انا حصل لي موقف وانا صغير او وانا كبير كان كذا كذا كذا، وامي ما تعرفش الموقف لحد دلوقتي، بس انا كان نفسي اروح واقول واصلح الامر بس عارفش اصلحه، ممكن اصلحه على قبر، ايه رايكم نعمل ايه؟ طيب انا زميلي عمل الامر الفلاني، وهو مثلا ابنك بيحكي زميلي عمل الامر، فانا اعالج الموقف ده. جلسه المصارحه مهمه جدا. فاكرين جلسه العيله اللي قلنا لا يمكن تستغني عنها، ومسك الازواج وبهدليهم وقول لهم لازم تقعد مع عيالك النص ساعه بتاع جلسه العيله؟ جلسه المصارحه حاجه خاصه ممكن اعملها مع كل طفل لوحده او العيله كلها في الحاجات المشتركه، بس في خلي بالك ان في حاجات طفل ما بيرضاش يحكي في وسط عيله، اراعي الامر ده لان هم نفسيات. فلما راعي الامر دوت بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم ما تضيعوا ده، اسمعوا ان شاء الله يحكي لك إيه، انا ضيعت الاستيكه، انا اللي قطعت ورق الشجر، انا اللي مش عارفه اي حاجه. ومش شرط انك تقول حاجه انت استغفرت عليها بينا وربنا، يبقى ده اصل طالما استغفرت عليها ربنا وخلاص تمام. لكن لو حاجه في حقوق العباد تعال نشوف ممكن نرجع الحقوق ازاي، او حاجه في خلاجاتك انت زعلان من امي في الحاجه الفلانيه، زعلان من ابي في الحاجه الفلانيه، ممكن تكون انت فاهم غلط او الشيطان بيوسوس لك، فنقول واحنا نبتدي معاه ده. ايوه الفيديو ده معمول حالا، ده علاج الامر. رقم 2 فيه ان احنا ندعي ربنا يا جماعه، احنا مش ملايكه، احنا بناخد بالاسباب، بنعمل بالنظريات وبنعمل معرفش بايه وبنعمل ايه، كل ده تمام، لكن بناخد بالاسباب. مين ربها؟ يا رب يا رب احنا مساكين، يا رب ربنا عيالنا، والله يا رب احنا اللي بنتربى، والله والله يا رب علمنا، والله يصلحنا في اسره، احنا عايزين طفل سوي وعايزين شاب سوي وعايزين بنت سويه الفكر ويبقوا قاده للامه، يا رب اصلحهم يا رب، وكلتك امور اولادي يا رب، يا رب اصلح حالهم يا رب، يا رب اكرمهم يا رب، احفظهم يا رب، الهمنا الكلام والهمنا الدعاء والهمنا التصرفات اللي تخليهم هم صالحين. هو ده اللي احنا نقوله وده اللي احنا ندعي بيه، احنا بناخد بالاسباب وبنعمل وكذا وكذا، رب ذريه صالحه، يا رب تكر عيننا في الدنيا وعين النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره. ادعوا يا جماعه، ادعوا على الله سبحانه وتعالى يا رب يستجيب، والدعاء مستجاب، وانت ام دعائك مستجاب، اقسم بالله دعائك مستجاب. احنا ليه ناسين الجانب اللي هو دوت اللي بالمجاني؟ ليه ناسين جانب اللي هو ده الصح اصلا؟ هو انا لما باجي انصح ابني علشان قدوه ولا عشان كذا، او الجيل ده محتاج فعلا، الجيل ده محتاج ان انت تبقى عينك في وسط راسك، شفت القدوات عامله ازاي، شفت الناس بيعملوا ازاي، شايفه ان الرموز واللي بياخدوا واللي ناجحين والسوشيال بيعليهم التافهين او اللي قالعين او اللادينيين او اللي سابوا معرفش ايه وعملوا ايه وكلام هكس وكلام اي كلام، هم شايفين ده القدوه. الحل ان انا اعمل لهم بيئه بديله، الحل حوار. طب اللي مش فاهم حوار لازم بيئه بديله، ما يشوفش نفسه غريب في البيئه اللي انت عملتيها، اخلق بيئه من اصحاب وناس وبيوت واهالي هم نفس الهويه وعايزين نفس زيي، واعمل البيئه ديت عشان هم يشوفوا نفسهم مش غرب، مش غرب في وسط البيئه ديت،
ولو لقيتي حد نفس فكرك ونفس هويتك وبيحاول مع اولاده، امسكي فيه بايدك واسنانك، تعالوا ارجوكوا تعالوا نطلع مع بعض طلعه، تعالوا الاولاد يشوفوا، تعالوا نعمل كذا، عشان الاولاد ما يحسوش بغربه. احنا غرباء في الدنيا وملناش حد، يبقى لازم نبقى مع الوعي العالمي الجمعي ولا مش عارفه ايه اللي العالم فيه فاحنا مع العالم. لا، انتوا مختلفين، انتوا امه رسول الله، احنا مسلمين، انت عزيز بهويتك، انت قوي بهويتك. دول صراحه الموضوعين اللي انا كنت حابه اتكلم فيهم، وسامحوني ان انا طولت عليكم وسامحوني. حاضر يا جماعه، رقم التواصل الصفحه اللي عليها 6 مليون هي دي الصفحه بتاعت العامه، بيطلع عليك ليها رساله تلقائي، الرساله التلقائي في اللي بيطلع لك فيها رقم التواصل مع الدكتوره، الرقم كالاتي: عايز حجز استشاره، عايز دورات، عايز تسال عن اي حاجه، عايز حاجات مجاني، الرقم ده بيرد عليك. الرقم ده في اسطنبول، لان انا قاعده في اسطنبول في تركيا، فالرقم 0090 ده مفتاح البلد، 5445-3893. شكرا ليكم، وربنا يبارك فيكم ويحفظنا ويحفظ اولادنا ويحفظ الازواج بقى، ويعلمهم ازاي يخلوا زوجاتهم زهور في عمر العشرين. هذا الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.